مبروك. الله يبارك فيك. غني غني اغنيه للهلال. الهلال وين؟ الهلال وينه؟ وينه؟ لسه بعينه. عينه. مبروك. الله يبارك. الله يبارك فيك. متوقع ان الاهلي بيقدر يخلص الماتش ولا الهلال؟ لا والله انا كنت متوقع. يا حبيبي تسلم الله يسعدك. كنت متوقع وواثق ان الهلال حيجيبها اليوم وحيجيب الكاس باذن الله. المواجهه بتاعت النصر لو النصر كسب او التعاون شايف مين الاقرب؟ احنا للامانه نبغى النصر وان شاء الله يفوز النصر ويقابل الهلال. مبروك. ناخذها من قدام النصر. مبروك. الله يبارك فيك. هارد لك. عايز تقول ايه النهارده بعد الماتش بعد النتيجه؟ شكرا لك. خلي طبعا المدرب زي ما انتم شايفين ما ادري لين متى بيستمر العفن ده في النادي، ما ادري لين متى. خيبه طبعا والله العظيم، يعني الجمهور ما يستاهل اللي صار اليوم، يستاهل افضل من كذا. محتاجين صفقات ايه للموسم الجديد؟ محتاجين اكثر من صفقه، مو صفقات وبس، محتاجين اكثر من صفقه. فريقنا يحتاج في خانه الظهير، يحتاج في الهجوم، لكن ايش نسوي؟ زي ما قال خوينا ما نقدر نقول شيء. متفائل بالموسم الجديد؟ لا والله مو متفائل، جدا متشائم جدا. لكن ما تزعلش معلش. لا ان شاء الله خير. انا عارفه ان مفيش حاجه تتقال، بس عايز تقول ايه بعد الماتش؟ اقول الحمد لله على كل حال. هذه كرة القدم، فوز وخسارة، اخطاء يعني بسيطة، وان شاء الله يعني نقدر نعدلها ونقدر ان شاء الله ننافس في الدوري و ان شاء الله اسيا. الحمد لله. متفائل طيب بالموسم الجديد؟ ان شاء الله شويه تغييرات بس. طيب فكره ان الاهلي لسه ما جابش اي صفقات، متاملين خير ان شاء الله؟ زمان ماشي، متاملين خير ان شاء الله. مش باين عليك التامل الخير بس؟ لا ان شاء الله، ان شاء الله نقول خير ان شاء الله. شكرا ليك. ننتظر ان شاء الله خير باذن الله. ازيك؟ الحمد لله. كنت متاكد ان الهلال هيكسب النهارده؟ والله كنت متوقع 100%. متاكد فعلا؟ اكيد، هذا زعيم اسيا. طيب تفتكر مين هيكسب بكره، النصر ولا التعاون؟ ان شاء الله التعاون. ان شاء الله التعاون. ان شاء الله. عشان تواجهوا النصر، يعني انت لانه حتى لو واجهنا النصر في اي حاله ما راح نواجه اي صعوبه. مبروك. ممكن تغني بقى للهلال؟ ها؟ تغني للهلال، هتقول ايه؟ لانك هلالي هامتك في السما فوق يطرب على خلاص. شكرا. عفوا. بقول لك هارد لك اول حاجه. الحمد لله على كل حال. ليه خسرتوا النهارده؟ ليه الاهلي فتح في الدقائق الاخيره؟ والله الاهلي عاداته كل مباريات في الدقائق الاخيره لازم الاهلي، يعني ايش اقول لك، فكر يعني فكر كروي سيء جدا جدا جدا. عبد الباسط، فهد حمد، الى متى على هذه اللعيبه؟ الى متى؟ لكن ما نقول حسبنا الله. طيب الاهلي محتاج صفقات ايه الموسم الجديد عشان يقدر ينافس؟ الاهلي يبغى له هيكله كامله. الاهلي طلعت ماكسيمان، ما جبت لنا صفقات جديده، اداره ما هي شغاله، ما نقول له الله المستعان. عايز توجه رساله لياسلم؟ القادم افضل باذن الله. هارد لك. شكرا. الحمد لله على كل حال.